السلام عليكم، مرحبا بكم خواتي في قناتنا الرياضية، مرحبا بكم لي زابوني تاعنا، مرحبا بكم ناس الجياسكا، إن شاء الله تكونوا بألف خير إن شاء الله. لا بالي بلي الغاشي بكل راهو مغشش وحلم التأهل تبخر من إيكيب ضعيفة، وراني معاكم 100%. هكا حاجة واحدة برك حاب نبدا بها الفيديو هادي ونكملوا الفيديو ونديروا كريتيك في لي جوار هادو، نديروا هادو لي جوار اللي ضعاف صح وما يسهلوش حمل قميص شبيب قبعي يعني صراحة، وتسريح تحم في اسرع وقت. المهم ايسونسييل ما تحشموش اجماعه، رانا فزنا 2-1 بليكيب بي تقريب، بليكيب ضعيفه هذه صراحه، رانا فزنا لا غلب، داروا لي الهم ضربه جزاء في الميطو الاول ما طاهناش، ضربه جزاء واضحه بالك كنا طاهنا في الب هذيك كنا قادرين نتحولوا شويه، معليش دوماج هذه تصرا. نوليو لبعض اللاعبين لازم يزرب يسرحهم، كاينه لازم هادو اللاعبين ما يقدروش يحملوا فيها، لكم نتوما اللي تتخيروا اللاعبين هادو. هكا الغاشي وطايح على بن زايد وطايحين على غانم وطايحين كذا، كل تقريبا جل اللاعبين الا انا اللي عجبني العرفي اليوم صراحه. بن زايد خلينا بن زايد جوار تاع شباب القبائل، كابيتان جوار مليح، ما يمكن ما طاحش في نهار ونزل ثاني ما طاحش في نهار، ايسونسييل بصح تقريبا راهي كثير من اللاعبين لا يستطيعون حمل قميص شبيبة القبائل، ثقيل عليهم يعني صراحة، كون قبيح لهنا لازم نكون قبيح صراحة. لازم نحكي اليوم بشوية بعنف، سامحوني ربما بعد الحكم تاعي اللاعبين بعض اللاعبين واش يسمحوا لنا، لا غالب هذه هي شبيبة القبائل، هذه شبيبة القبائل جماعة. قبل هذا جماعة نسيت نقول لكم ديروا لنا لايك بيطلع لنا الفيديو جماعة. المهم ايسونسييل جماعة يعني بربيكم هادو اليوبار يربحوا والله، يتأهلوا على شبيبة القبائل يا جماعة، والله صدقوني باللي عيب شوية، والله راح الدمعة راح تجيني يا جماعة، صدقني باللي ما قدرتش ناكسبتيها يعني صراحة، ما حبش عقب يعني صراحة، وما قدرتش ندير فيديو كوز باش راح ندير وشو لازم نديرو. ربما أنا تعرفوني ديما نبني الأمل ودايما عندنا الأمل في شبيبة القبائل، لأنه بربي إن شاء الله راح تعود شبيبة القبائل، هذه حاجة مفروغ منها، هذه ما نحكيوش عليها. شوف لقاءات العوده سترون شباب القبائل يا جماعه ايسونسييل، ما نبقاوش نركزوا على هذا الموضوع، هذا نركزوا على الموضوع تاع اليوم، تسريحات بالجمله، تسريحات كثيره، انا ما نقدرش نسميكم للاعبين ولكن والله بعض اللاعبين كثره اللي لعبوا اليوم والله لا يحملون شباب ما يقدروش يحكموا الماء صراحه يعني، هذا ما كان، انا ما نقدرش نهضر الهضرات اكثر من هكا، والله غاطني عدم التأهل هذه، والله غاطني بزاف بزاف بزاف، راهي قاستني. شوف ما على باليش انا، طمعت سما خطراكش كيتكاليفاو لي جوار هادو سبعه وكذا، هذيك راح تبدل اللعبه تاع شباب القبائل، هذيك غايطتني ايسونسييل. الله خالب يا ريجن وعدنا البال، دوماج ما مشاتش ليكيب اليوم، هادي ليكيب نورمالمون والله ما يعود بها، بس ما باينه ويعرفها مليح، ما الجمهور ما نقدرش نوعد انا بيكيب بس ما يعرفها يعني صراحه، هو بعد مهيس منها صراحه ايسونسييل، كان لها نطيحوا بزاف 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 الشبيبه كي خسرت، ولكن ان شاء الله ان شاء الله العوده، وان شاء الله نلعبوا اللقاءات اللي بقاو هادو دو ماتش، ومن بعد نصحوا كل الاخطاء والقادم بربي ان شاء الله افضل، تعرفوني ديما انا متفائل، هذا ما كان مع ندير لكم بربي ان شاء الله، هذا فيديو تاعي شويه تاع مغشش، راح ندير لكم فيديو تاع تفاؤل بربي ان شاء الله، بربي ان شاء الله فيف جي اس كا شاروها تجمع توجور، من واحد ما ييأس يا جماعه، واحد منكم ما ييأس توجور فيف جي اس كا، وتوجور توجور توجور الجي اس كا دائما في العلالي يا جماعه، هذا ما كان. ما تنساوش ديروا لنا لايك على الفيديو، بارطاجيو الماكسيموم، ابوني في القناة، لازم تعلقوا لي الفيديو هذا لأنه مهم جدا، وفيف الجي اس كا جماعة. والله أني مازلت مغش، هو تقريبا عندي ساعة ونص من يخلص الماتش ومازلت مغش، فيف الجي اس كا مع فيديو جديد، سلام خاوتي.